أزول المستمعين، أزول الجمهورين الشرفاء اللي حاضرين معنا اليوم. غادي عندنا الموضوع جوج مواضيع مهمين. موضوع الأول غادي نهضروا على هذيك الراية اللي تحرقت ديما في الخط ديال هذوك التسجيلات اللي درنا قبل، ولكن مع الأسئلة الجاد ومع النقاش الجديد. غادي نعطيو شوية التاريخ. احنا كنعرفوا باللي احنا دابا كندافعوا على واحد الفكر الجمهوري، واحد الفكر ديال الحرية، وهذا كان الجدود ديالنا بداو به هذه واحد 80 ولا 90 عام قبل. يعني احنا كنعرفوا باللي امغار الجوزافي، امغار عبد الكريم الخطابي هو اللي حط الخريطه ديال الجمهوريه الناريف، وهذا هذا الشيء حتى واحد ما يقدر يقول بالعكس ولا يكذب التاريخ. وعارفين باللي امغار عبد الكريم الخطابي حارب المستعمر الاسبانيولي والمستعمر الفرنساوي اللي تلقوا الغاز سامة، الغاز موتار على شعوب الريافة. هذا هو الموضوع. غادي نهضروا على هذا الشيء هذا. ومعنا تومات حميد، تومات النغ أكسلسون، وتومات النغ كرافت. غادي نبدأ بالسؤال الأول. تومات النغ حميد، تومات حميد، من كنعرفوا التاريخ ديال ماريشال يوبير ليوتي اللي كان مشارك في هذاك الغاز سامة وفي الاستعمار وفي القتل ديال الناس ديال الريف، اللي هو صنع الراية العلوية. علاش شي بعض الريافة، شي بعض ماشي كلشي الريافة كيدافعوا عليها؟ وهذا هو المشكلة أخويا. تحياتي للمشاركين اللي معنا، وتحياتي للمستمعين خصوصا اللي كنترجوهم كالعادة يشاركوا معنا ولو بتعليقات. تحياتي لكم يا اخي. القضيه ديال ان ماشي المشكل ديال ان راك شفتوا المظاهره اللي خرجت في المحمديه، خرجت المحمديه بالكلاكسونات بالطوموبيلات بالرايات، شعب مغبون. هادشي اللي غنقول، لان لا يخفى عليكم بان كما قال خويا طاليس راه ماشي غير اسبانيا وفرنسا اللي ضربوا، بل ان الجيوش ديال العبيد واللي كانوا كيحاربوا الجمهورية الريفية بالعلم هذا المغربي، هذا الأحمر والخضر، بهذا كانوا كيهزوه دوك العسكر ديال لا بليبار ديالهم عبيد، وكي يتقاتلوا مع الراية ديال الكفاح. احنا هضرنا بأن الراية اللي كتمثلنا، واخا يكون عندنا اختلاف، أنا لا اختلاف عندي لا على هلال ولا على نجمة السداسية، لأنها دازت هذيك الراية نشأت في واحد الوقت ديال الكفاح المسلح والاستقلال ديال الريف، جمهورية ريفية. شكون اللي كان كيضربها؟ المخزن بالراية هذه اللي كتفتخروا بها واللي كتشوفوها قدامكم. وتحية نضالية للأخت اللي شعلت فيها النار، كما أن هذيك الراية شعلت فينا احنا كاملين النار. احنا غير كنردوا النار بالنار والبادي أظلم. فالريف كان له شعار دياله ديال جهاد، معنى الجهاد ماشي الديني، الجهاد على الأرض وعلى التربة. والعلويين بالراية هذه ديال اليوطي اللي صوبها وصوب لها النشيد الوطني ديالها والموسيقى وكل شيء، هم اللي صوب العلويين ركبوا لها الكلمات وتغيرات على مدار السنين، بقات رمز للعبودية، رمز لضرب الجمهورية. علاش المنطقة ديال الريف؟ تسألوا يا أخوتي المغاربة، علاش منطقة الريف المنطقة الوحيدة المعسكرة؟ وغتلقاو الجواب. تحياتي والمايك فري. أتومات حميد، عفوا وقع لي مشكل تقني. أتومات حميد أبقى معي، عفاك عندي واحد السؤال في الخط ديال الجواب اللي اعطيتنا دابا. واش ما كانش نقود أتومات ما بين الخطاب ديال شي بعض جمهوريين الريافة اللي كان يقولوا راسهم جمهوريين قبل تحريق لحرقة الراية خطنا حالي مازين، ومن بعد تحريق الراية العلوية؟ يا أخي تم ماشي غير تناقض، يعني التناقض بعينه. فمن جهة احنا كنعرفوا بأن الزفزافي في المظاهرات ما كانش يهز الراية الحمراء هذه اللي كتحرق الأخت قدام أعينكم،
ما كانش يهزها، كان يهز رايات ديال الريف ورايات الأمازيغية، هذه من ناحية. من بعد وهذه غير بضعة أشهر شهرين تنظن باش أعلن أنه كيحيد الجنسية وكيحيد الولاء، الولاء لمن؟ الولاء العلويين، والشعار ديالهم هي هذا الرايه، هذا الرايه ديال الذل والمهانه. فكان كان كنت انا تصدمت شخصيا بانه من داخل السجن كيطالبنا بعدم حرق، وان اللي كيحرق فهو خائن. فهنا تناقض كبير من ناحيه ما عمرك هزيتيها في المظاهرات، وما عمرك ما حيدتي الولاء وحيدتي الجنسيه. الولاء والجنسيه لمن؟ لديك الرايه ولذاك الملك. فهذاك الملك الشعار ديالو هي هذيك الرايه، العلويين الشعار ديالهم هي هذه الرايه الحمراء، حمراء بدماء الشهداء اللي تقتلوا في عهد العلويين. وهذا هو التناقض الخطير اللي خص كل المواطنين يردوا ليه البال، تعلنوا فصلك عن 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 على 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 الجنسيه، تفصل نفسك عن الجنسيه وعن البيعه، وأمينتو كتقول لي ديك الراية ديال المغاربة كاملين وخصنا نحترمها واللي كيحرقها خائن. فهنا تناقض صريح. مايك ليك خويا. شكرا لك تومتنغ حميد. مازال غادي نرجع لك بواحد السؤال آخر، غادي نفوتوا السؤال تومتنغ أكسلسون. تومت أكسلسون، واش الريافة اللي كيدافعوا اليوم على الراية العلوية كيتفلوا على التاريخ ديال جدودنا والجدودهم في نفس الوقت اللي ماتوا في الحرب، مثلا في الحرب ديال الانوال؟ ازول الاحرار، ازول لثمان السماء، تلمت ساعتي وما تاليست. شكرا لخويا حميد وكرافت، اجوز لكم كاملين. طبعا هذا هو الغريب يعني في الامر، هو ان الريفيين حاليا، بعض الريفيين اللي كيدافعوا على هذا الشرويطه كيسميه العالم المغربي، يعني انهم يتضادون مع تاريخهم ويتضادون مع أمغار عبد الكريم الخطابي اللي اسس لهم جمهوريه وموجوده كانت موجوده واللي تكلم عليها تومات حميد، وتصيبت من طرف هذا النظام ديال العبيد واللي كيرفع نفس العالم اللي الان حاليا هذا النوع تاع الناس اللي كيسمروا الرسم بانهم ريافه كيدافعوا على العالم ما يسمى العالم المغربي. إذن طبعا لأنهم هذا النوع ديال الناس يعني كيحتقروا التاريخ ديالهم اللي هو التاريخ ديالهم شامخ وكيعترف به العالم والأهل ديالو، يعني البعض من الأهل ديالو، يعني كيتجنبوه وكيهينوا التاريخ ديالهم باش يرضيوا المستعمر اللي قتل جدودهم. لأن ذاك العالم، هذا ما يسمى بكلمة المغرب اللي يعني هذا المصطلح هو الاسم انا توجد غير في الستينات لحد الان، اذا هذا العالم هو اللي قتل جدودهم، وهما كيدافعوا على العالم اللي ديال المستعمر اللي اهانوهم ورجعوهم عبيد. ان هذا النوع كنعتبرهم عبيد، ما كنعتبرهمش يعني رياف احرار. اذا الحراك ديال الريف يعني بشكل عام هو كينتمي للشعب الريفي، لا اشخاص لا مجموعات لا حتى واحد ما كيمثل الحراك. والحراك حاليا راه قاطره، ما كيوقفش المركبه ديال هذا الحراك، راه غاديه الريافه الاحرار، راه مركبين داك المركبه ديال القاطره اللي راه كتحرك، يعني موازيه للسيروره ديال التاريخ. التاريخ ما كيوقفش، والاحرار غادي مع التاريخ مع السيروره ديالو. اللي بغى يبقى في 2016 كيطالب دوك المطالب الخبزيه وديال العبوديه والانبطاح، يعني خليه راهم احرار حتى هما خليهم، ولكن ما يتهجموش على السيرور التاريخيه، ما يتهجموش على الحراك اللي غادي وباغي يوقفوه، لانه هما راهم واقفين. يعني الا ما تقدرش دير الطريق، الا ما تحركتيش، ما تقدرش دير الطريق الا ما درتيش خطوات، ما تمشيتيش. راه الطريق كيدار بالخطوات بالمشيه، الا تمشيتي راه كاين الطريق، الا ما تمشيتيش راه ما تقدرش تصنع الطريق. هذا هو الجواب ديالي على النوع تاع. شكرا توما تاكسيلسون. غادي نرجع لك بواحد السؤال اخر، غادي نفوتوا السؤال توما تنخ حميد. توما حميد كنفهموا توما تنخ ناصير الجزافي اللي هو في الوسط السجن
وما عندوش الحرية باش يقول اللي يبغى ورا مراقب وهذاك الشيء كنعرفوه. كنفهموا حتى الوالدين ديالو وعلى الظروف ديالهم، الوالدين ديال ناصر جوزافي اللي خايفين على ولدهم، ولكن ما هو السبب ديال واحد الشخص بحال المحامي البوشتاوي اللي هو شد الوجوه على الظهر ديال الريافة ومازال كيكذب عليهم ويتهمهم باللي راهم داروا اخطار وما عندهمش الحق باش يحرقوا هذيك الرايه. وي خويا بالضبط، اخويا بالضبط، هذا سؤال وجيه، لان حنا كما قلنا في فيديوهات سابقه حنا ما نسيناش التضحيات ديال المعتقلين والعائلات ديالهم كلهم، وكاين اسماء للاسف. والسؤال كنطرحه واحد الاخ قال لك علاش كتكون تسريبات غير ديال ناصر الزفزافي، علاش ما كايناش ديال جلول ولا الاخوه اللي معاه، غير هو الوحيد اللي كيقدر يسرب، زعما هما ما عندهمش هذه الامكانيه، عنده هو امكانيات هو اللي ما عندهمش هما. فهنا يطرح سؤال ان النظام اختار واحد الانسان داروا ليه هذاك، راه دفعوه في الاول هذاك المحامي البوشتاوي دفعوه ينوب الناس المعتقلين، عرفوا بان الخط ديالو واخا هو ريفي او يدعي انه ريفي كيتكلم اللغه الامازيغيه الريفيه، ولكن هذا لا يعني انتمائك للريف. ففرق بين الانتماء ونتكلم اللغه، نقدر نتكلم اللغه الى تعلمتها ديال اللبنانيين، فانا ما تعنيش بانني لبنانيه. هذاك الانسان هذاك كان اداه خرق، بغاو يخترقوا هذا الحراك، داروه الدفاع، الناس عرفته بانه ما مسلكهمش، داروا بان راه طالب اللجوء راه هرب ليهم. انتم كتعرفوا ديك الدوله السجن عميق، كيفاش غادي يخرج غيرك في الطائره وغادي يمشي حتى لفرنسا ويطلب اللجوء وهو ديجا محكوم بسنه، محكوم ديجا بسنه. فهنا سؤال اخر، هما استعملوه وراه نبهنا الناس، هذاك الانسان داروه اداه انوتي باش ترونسبيرسيكم، وداك الشيء اللي جا لفرنسا ماما فرنسا وكيقول ان باقي كيهضر بالدستور والفصل 42 وانت انسان لاجئ، انت هربتي، فما لا يعقل ان ترجعني لهذا الاسطوانه، وبالتالي غتهم الاخت بانها خدامه بانها قبيليه، وبزاف عليك القبيليين، هذه بين قوسين القبيليين خوتنا احنا خوتهم، لا فرق بيننا، مفخره لي انني الناس ديال القبائل يقولوا انا منهم ويعطوني حق الانتماء لهم، فهم خوتي عرقي ودمي. من بعد غادي يوجهوا لها تهمه اخرى بانها السفاره اللي صيفطتها. فهذا التضارب كيعني ان الريفيين، ما احنا داك الناس اللي في المعتقلات قلنا ماشي حيدنا عليكم النضال، ما حيدناش، قلنا لكم التزموا الصمت، انتم مخنوقين، خليوا ناس اخرين ياخذوا الكلمه، وهذا هو الكلمه ديالي يا اخويا. شكرا لك تومات النق حميد. غادي نفوتوا السؤال تومات النق اكسيلسون. تومات اكسيلسون كما ذكر دابا تومات النق حميد، علاش ما كنسمعوش الاوديوات ديال الجلون؟ حتى هو مختطف وحتى هو عنده الحق باش يفوت الرساله الى باغي يفوت، علاش كنسمعوا ديما نفس اوديوات؟ شكرا تومات تاليس، وكنشكرك على هذا السؤال، وانا كذلك يعني كنطرح هذا السؤال بشده وسوف نكرره بشده، يعني في المستقبل، اين هو جلول واين يعني امراه جلول؟ علاش ما كتبانش؟ خصنا نعرفوا جلول الحاله ديالو، واش مريض، واش قتلوه، واش يعني مازال ما كنعرفوا اي حاجه، اي يعني ذاك الندره القليله على جلول ما كنعرفوهاش. ان هذا تساؤل وجيه جدا، يعني كنطالبوا من الناس القريبون من جلول يعني يخرجوا بالله في اللايف ولا بالاوديو باش يعني يعطيو لنا معلومات على تومة يعني جلول العظيم. وكاين تومة كذلك جمال وحده، جمال وحده هو اللي وقف امام محكمه ديال وكيل ديال المختارس، قال له انا ريفي، انا جمهوري،
جمال بوحدو هذا كذلك الاخبار ديالو ما كنسموهاش، لهذا هذو هما يعني الناس اللي يعني كاين ملي كنتكلموا على المختطفين وهذا الاسرى خصنا يعني نتكلموا على تقريبا ما يفوق 700 مختطف، لان الحراك النتائج ديال الحراك هو اختطاف تقريبا يعني كل ساكنه ديال الريف، كل شباب اللي خرجوا في التظاهرات واللي كانوا يعني نشطاء كلهم، يعني لا فرق ما بين هذا وهذا. لهذا كنت أكد من البداية بأن هذا الحراك ما يسميناه الحراك الشعبي الريفي. علاش الشعبي؟ الشعبي لأن لا أحد يتكلم باسم الحراك، حراك شعبي، واللي اللي فجر هذا الحراك الرمز ديال هذا الحراك هو محسن فكري، محسن فكري الشهيد، شهيد الأرض، شهيد الهوية. محسن الفكري هو رمز هذا الحراك، حتى واحد ما يعني ما يدعي أنه يعني رمز سواء كشخص أو كمجموعة، احنا كلنا نتكلم باسم الشعب الريف. وثانيا قضية ديال اللي تكلم عليها توما حميد ربما مشى ليها غير البوشتاوي، ما يسمى البوشتاوي، سمعت لآخر فيديو ديالو طلع وبقى كيتكلم على على ما يسمى بخلع البيعة وكذا وحرق العالم، وثاني كيستدل كيدافع على ذاك العالم الاستعماري وكيستدل بالقانون بالدستور ديال ذاك النظام. هنا التساؤل مطروح ديما كان ما موقعك من الإعراب في في في, في باريس؟ ديما قلت لهم حميد أرى الإنسان اللي كياخذ يعني كيتنفع أرى يعني كي يعني كيعبر الحدود ولا كيحرق ولا أنت جيت اختياره إذا. وثانيا تستدل بالقوانين مادة 24 من القانون، إذا أنت راضي بهذا النظام إذا علاش خرجتي؟ مادام يعني يعني كتآمن بهذا النظام علاش راك موجود في فرنسا؟ بقيت يعني في البلاد وتكلم تما بحال اللي كيتكلموا جماعة أحرار اللي كينتقدوا المخزن، أنت ما كت يعني أنت يعني ما هذا هو التساؤل المطروح، يعني واش ما بغيتيش دير خطوة الأمام باش هذا النظام الهلكي يعني ما تعتبره بانه دخيل حتى على الارض ديال ام مراكش، ليس على فقط على الارض الريفيه او الشعب الريفي، حتى الارض ديال ام مراكش. انت لما كتطلعش دابا فرنسا باش تقول انا ضد هذا النظام الهلكي لانني هربت من فرنسا او يعني سافرت من فرنسا كانسان لاجئ سياسي، اذا انا ضد جميع المؤسسات جميع يعني ذاك النظام. لهذا وانت باقي كتستدل يعني بالقانون يعني كتآمن بذاك النظام، كتآمن بذاك الدستور ديالو، تستهل بالمواد المادة 24 كتقول بأن هذا العالم، وانت يا أخي كتدافع بأن يعني أسأنا أو أسأل الجمهوريين من حرقوا ذاك العالم المشاريع ديال المغاربة، يا أخي أرى الأغلب ما يسمى المغاربة اللي كتسموهم أنت مغاربة حرقوا ذاك العالم بعد 26 هما أكثر يعني عدد اللي حرقوا ذاك العالم، لكن أقول ذلك العالم إلى عالم تنافع. أنتم تكسر سمحة غير باش نرجع شوية الموضوع ديال تومة النغ جلون وجمال بوحدو. تومة النغ أكسلسون دابا تومة النغ جلون وجمال بوحدو إلا كانوا حيين، إلا كانوا حيين واش المخزن باغي يسكتهم؟ وإلا كانوا ميتين واش باغي يسكت العائلة ديالهم؟ طبعا هذا الشيء راه واضح. على الجلول يعني ما كيبانش، ما كنسمعوا عليه لا 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 الكثير ولا القليل، ونفس الشيء العائله تاعو مرتو ولادو علاش ما كيخرجوش باش يعطيونا معلومات على الحاله يعني الصحيه ديال الجلول، واش هو راه بخير او انه يعني يعذب او يعني نشوفوا خصنا نسمعوا عليه هو الاخر، وحتى على جبل بوحدو. إذن هؤلاء يعني هذا هو التساؤل اللي بغيتها، ماشي على شخص واحد، ويعني اللايفات يعني باسم شخص واحد، احنا ما عندناش رموز في الريف، ليس هناك أي رمز، الرمز الوحيد هو الريف المقدس، الأرض المقدسة اللي فيها هو الرمز، لأن الناس اللي ماتوا واللي تحرقوا والناس اللي دارت فيهم مجزرة هذه العصابة العلوية 58-59 هو الشعب. راه منين جا ذاك ما يسمى بالحسن ولد القلاوي، منين جا راه كان كيقتل في الشعب، ماشي ما كاينش كيقتل فيه في الرموز، ما كاينش كيختار يعني هذا وهذا، لا كان كيقتل في الشعب، قتل الاولاد
وكان يبقى بطون الحوامل وكان يعني كيحرق المواشي، يعني دار سياسة الأرض المحروقة. هذه أرى إبادة، إبادة جماعية للشعب كامل لهذا القدسيان الأرض الريفية. احنا ما عندناش رموز، الرمز بعد تأسيس الجمهورية، الجمهورية الريفية آتية لا ريب فيها ولا يتأسس، ثم يندروا الرمز الرموز ديالنا. شكرا توما تناغ كسلسون، شكرا لك. غادي نفوتوا الموضوع الثاني، موضوع كي كان غادي نهضروا على هذوك الفنان الجروب ديال الراب فنانين اللي شدوا واحد فيهم سميتو القناوي، هما ثلاثه، كاين الزعار القناوي وود القريه، وداروا واحد الاغنيه فين كيتهموا المخزن وعلى راسهم ام 6 المجرم بالسرقه وبالتنهيب ديال اموال الشعب. وشنو هو رايك توما تنخ كرافت في هذه القضيه هذه؟ الزول في اللون تنميرتي توما. اولا وقبل كل شيء، من تطرح موضوع على العامه، من الاسئله الاولى اللي خصها تطرح نطرحوها احنا على روسنا هي السؤال التالي: هل هذا ممكن او هل هذا معقول؟ يعني الخبر في حد ذاته. الفنان سيمو القناوي تهموه بانه تعدى وسب شتم رجال البوليس، يعني بالفرنسويه اوتراج اكور كونستيتوي، وهذا في كل البلدان القانون هذا يعاقب الإنسان من يكون حتى ولو بكلام بشع ولا كلام غير لائق يقوله البوليسي ولا إنسان اللي هو يمثل القوى العمومية. لكن احنا خصنا نسألوا نفوسنا، هل في بلاد بحال المغرب المواطنين متعودين يحضروا بنفسهم ولا الناس حكات لهم باللي كان مواطن شتم رجل أمن يعني بوليسي ولا جدارمي؟ في 99.99% نقول لك هذا الشيء فيلم خيالي، إكس فايلز، يعني من المستحيلات، من المستحيلات. بينما لكن سقسيه تقول له واش هو الرأي ديالك على قوة الأمن أو رجال الأمن؟ في الاغلبيه على كل حال في كل يعني في كل شطر من المجتمع كاين ناس مخلصين، احنا خصنا ما تفهموناش غلط، ما خصناش نجمعوا، كاين ناس مخلصين لكن فئه قليله وقليله بزاف. يعني نعاود نقول كلامي، حاشا الناس المخلصين والاحرار اللي في قوات البوليس. شاي يقولوا لك؟ يقول لك يا ودي هذا الشيء معروف، البوليس مشهور بالزروطه، البوليس ديال المغرب مشهور بالرشوه، بوليس ديال المغرب مشهور بالغازات المسيلة للدموع، بوليس ديال المغرب مشهور بالشنطاج حتى بالقتل. مع هذه مدة ماهيش طويلة، إنسان على الأرض جبد عليه الفردي وقتله هو في الأرض. هادشي هذه هي الأدلة، احنا نتكلموا بالأدلة وبالمعقول. غادي نقول شي حاجة، سيمو هذا واش يعني الجنحة يعني الحقيقي هو ده، يعني الجنحة المصرح بها هو هاد الشيء، لكن يعني الغرض الحقيقي الشيء اللي راه ساكن لهم بين عينيهم، ساكن لهم في المخ ديال رسانهم، هو الكلام اللي يستعملوا في المقاطع الموسيقية ديالو. لأن الكلام هاد الشيء، هاد الكلام عنده تأثير أكثر من السلاح الرشاش، لأنه السلاح الرشاش من تحط يدك على السلاح تخرج الرشة ديال الرصاص صافي ساليتي، خرجوا 20-25 حبات ديال الرصاص صافي. لكن الأغنية من الصباح لليل تتردد في أفواه ملايين وملايين من الناس على مدة كبيرة وطويلة في الزمن، يعني سلاح لا يفنى. والمخزن صبح ما كينعش صافي، يلفون دي كوشمار بالكلام هذا ديال الموسيقى ديال الجروب ديال الراب هذا. وهذا الشيء
يدينا باش ندخلوا يعني في 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 مجال آخر، ألا وهو من فصاعدا الأضواء سوف تسلط على الساحة السياسية الساحة السياسية المغربية من الخارج. لماذا؟ لأنه المخزن بسياسة سياسة ديالو ديال القمع ديال البطش ديال الحجرة بغى يغم حتى أصوات المغنيين. هذا إنجاز عظيم للناس الأحرار لمتجندين لمدافعة حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الرأي. غادي نقول لهم سكتوا سيمو القناوي وزوج خوتو، يزيدوا يخرجوا لكم عشرات وعشرات من سيمو القناوي، ما خرجوا لكمش في المغرب، يخرجوا لكم في الخارج. ما تقضيوا ما عندكم ما تقضيوا. شكرا. شكرا لك توما تنغ كرافت. غادي نفوتوا السؤال توما تنغ اكسلسون. توما اكسلسون، واش كاين الفنان بقوسين اللي كيستافد بالمخزن والمخزن والامسيس كيستافد منه، وكاين الفنانين الحقيقيين اللي كيتعرضوا للتهديد؟ أزول أزول مرة أخرى، أزول ثم تنو تعليس تحية لكم مثل مكرافت. طبعا بالنسبة للفنانين بحال الأحرار اللي خرجوا يعني بالتسجيلات في الفن ضد هذا المفترس هذا النظام العلوي، وكيف رحوا يعني في الأغاني ديالهم كيف رحوا يعني الجرائم اليوميه المتتاليه والوضع الاقتصادي والاجتماعي ديالهم يعني في ذاك الارض. لهذا هما كانوا كيوجهوا ضربه قاضيه يعني وداخل الارض داخل الارض ضربه قاضيه مباشره من هذا ما يسمى بالمفترس العلوي، محمد السادس المفترس العلوي. لهذا قلتو القناوي سيمو قلتوه في السجن ويعني ولصقوا ليه كما هذا الشرع عادي طبيعي لان يعني عصابه ماشي دوله ما كاينش مؤسسه، لصقوا ليه تهم لا علاقه لها يعني بالواقع. لهذا يعني هذا النوع تاع الفنانين دائما مغيبين، اما يسجنون او ينفوا. وكاين امثله عديده بالنسبه ل يعني الفنانون اللي تلفوا او هربوا يعني بلا جيتار نتاعهم، هربوا بلا جيتار نتاعهم من الحدود وكنعرفوهم. هذا هو الفرق بين هذ الفنانين والمدعو المشتوي اللي جا في الطائره، اللي يعني هذو هما المنفيين اللي الحقيقيين اللي كيهربوا عبر الحدود، هذا هما المنفيين الحقيقيين. نرجع لك للقضيه، كاين فنانون اخرى هما جزء من الطبقه اللي صنعها السفاح الحسن القلاوي. الطبقه صنعها مع يعني اواسط السبعينات، وهي طبقه ديال الاغريمات، لان فكر باش يعرف بان السلطه ديالو غير شرعيه وصنعها باش الا وقع شي حاجه هي اللي غيتخرج. ودابا حاليا هما اللي كيخرجوا، الا غيتخرج كتهز الاعلام تاع العبوديه ديال اليوتي ديال الاستعمار وكيدافعوا على هذا النظام الهلاكي. سواء الفنانون بحال مثلا كتلقى دابا الفنانون اللي ياخذوا ميداليات ديال النظام اللي طاحوا يعني على 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 بطونهم، هي باطمه ما يسمى باطمه وما يسمى بالمقرد او المجرد او المقرد، وثاني هناك اخر سميتو بيج ومسلم، هذو كلهم خذوا يعني ميدالياتهم يسمى من طرف يعني المفتعل. انتوما تاكسلسون غير اسمح لي نقطع غير باش نعاقب على الجواب ديالك، راه عنده حتى بالجاليه المغربيه في الخارج راه عنده فنانين بقوسين كيدافعوا على النظام، في مثل هذاك ياسين بلاطار اللي سب الريافه، وهذاك جمال دبوز اللي حتى هو كيلحس الكابا المخزن. صحيح صحيح. هذا الاخ هذاك الاول اللي ذكرتيه هذاك يعني انا يعني نكره يعني من في من يعني من في الفكر يعني
الريفي والامازيغي بشكل عام. اما الاخر ذاك دبوز هذاك طبعا هذاك انسان حقير جدا، والتاريخ يعني المستقبل غادي 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 يعني غادي يحاسبه ان هذاك يعني دبوز هو كيمرر السياسه ديال النظام ديال العبوديه وديال الانبطاح وديال يعني الديكتاتور النظام الديكتاتوري. القضيه الاخرى هو ان هناك فنانين كذلك اللي موجودين في اوروبا، وهذوك الفنانين كتشوفهم يعني كيشوفهم الريافه كاملين، ما يسمى المهرجانات او يعني الحفلات الامازيغيه يعني في اوروبا في هولندا ولا بلجيكا، كيجيبوا لك يعني هذا النوع تاع الفنانين اللي يكونوا ريفيين او يكونوا يعني امازيغيين من مراكش، ولكن كلهم كيخدموا مصلحة ديال النظام ديال العبيد البخاري اللي ما يسمى بقبيل القبيله العلويه. إذن شكرا لك. كمل اذا يعني كخلاصه بغيت نقول لك، لان يعني ما تقدرش يعني يعني لا تتمنى يعني شي حاجه يعني ايجابيه من هذا النوع. احنا كاريفيين احرار جمهوريين، ومعنا حتى احرار جمهوريين خارج ارض الريف كيدعموا هذا الفكر الجمهوري، استقلال الريف عن الاستعمار العلوي ديال عبد البخاري. تنمرت لهم. شكرا لك تومات غاكسلسون. تومات كرافت، غير واحد الجواب الاخير، عفاك جاوبني جوج دقائق عفاك، حيت باش نختموا هذا السجل ما يجيش طويل بزاف. تومات كرافت، واش محمد المديوري كنسميوه حنا محمد المديوري، هو معروف محمد القلاوي، اليوم راه كيخاف وراه كي راه مخلوع هذا الشيء اللي كيوقع في البلاد، هاد الناس اللي كيخرجوا بالاغنيات بالاعلامات اللي كيحرقوا الرايات اللي كيتحرقوا، هذا الشيء واش راه مخلوع؟ هذا بالطبع كل صوت حر الا كان اعلامي والا كان فنان والا كان خطيب، حتى مهما كانت صفه ديال المتحدث، من يكون حر يعني افكار ديالو حره، هذا المعنى تاع انسان حر، افكار حره وافكار تقدميه، مهما كان الانسان يفجع النظام الخبيث النظام الهلكي النظام الاستعماري القائم. علاش؟ لانه ما كاش حاجه خطيره على الناس اللي يكونوا متسلطين على الشعوب ديالهم قد كلمه الحق، مهما كانت كلمه الحق سواء كانت مكتوبه او ملقية في محاضرة أو كانت في طرب أو مهما كان النوع ديالها، تخوف وترعب النظام اللي يكون مسيطر بصفة ديال الطاغوت. وشكرا. شكرا لك تومة النخكرة، وشكرا على الجواب ديالك. شكرا لكم كاملين، كنشكر المستمعين اللي كيتبعونا في القناة، وكنقول لكم إلى التسجيل المقبل أيوز لكم كاملين.